اعتقلت الشرطة الفرنسية الرجل الذي اقتحم مقر القنصلية الإيرانية في باريس، وأفاد مراسل الحدث أن مقتحم القنصلية الإيرانية كان يحمل قنابل وهمية وعمره 61 سنة. من محيط القنصلية الإيرانية في باريس مراسلنا هناك فادي يدهوك. فادي أهلا بك. طيب، بعد أن قبض على المقتحم، ما المعلومات التي رشحت أو عرفت عن هذا الرجل؟ يعني ماذا كان يريد؟ في تمام الساعة 52 دقيقة أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قامت باقتحام الرجل الذي باعتقال الرجل الذي اقتحم مبنى القنصلية الإيرانية في باريس، وتبين أن المتفجرات الذي أعلن أنه يحملها ويريد تفجيرها داخل مبنى القنصلية الإيرانية هي مزيفة. هذا الشخص هو فرنسي إيراني، ولد في إيران عام 1963، وهو معروف للشرطة الفرنسية بحسب ما قالت شرطة باريس، لأنه في سبتمبر من العام 2023 قام بمحاولة إحراق مبنى القنصلية الإيرانية تضامنا مع الاحتجاجات التي كانت تخرج آنذاك في إيران وأيضا في فرنسا بعد مقتل الشابة مهسا أميني. هذا الشخص هو محكوم بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وأيضا ممنوع من الدخول إلى هذه المنطقة الدائرة 16 من العاصمة باريس التي تتواجد فيها القنصلية الإيرانية وأيضا السفارة الإيرانية، بالإضافة إلى منعه من حمل السلاح لمدة 5 سنوات. المدعي العام في باريس أعلن أن هذا الشخص تحرك بمفرده وأنه لم يكن مدفوعا من أي جهة أو أي تنظيم آخر. محمود، ليس له علاقة بما يحدث هنا في الشرق الأوسط ما بين في التصعيد ما بين إيران وإسرائيل يعني؟ نعم، حتى الآن لم تذكر هذه المسألة في كلام مدعي عام باريس، وحتى أيضا الشرطة التي قالت أنه تحرك من تلقاء نفسه ولم يكن مدفوعا من أي جهة أو أي تنظيم آخر لاقتحامه السفارة أو القنصلية الإيرانية في باريس. لكن على العموم الشرطة ما تزال متواجدة في هذه المنطقة، لكن بأعداد أقل مما كانت عليه في الساعات السابقة. أيضا كان هناك لواء التدخل والبحث السريع الذي تمزج به لاعتقال هذا الرجل بطلب من قائد شرطة باريس، الذي قال أنه قام بالطلب شخصيا لتدخل عناصر هذا اللواء، وهو لواء يتدخل في حالات نادرة جدا في فرنسا وهي تتعلق بالتهديدات الإرهابية والعمليات الإرهابية التي قد تحدث في البلاد. أيضا كان هناك معلومات عن أن الموظفين داخل القنصلية هم الذين أبلغوا الشرطة أن الرجل لا يحمل بالفعل متفجرات، وبالتالي تم اعتقاله. وكانت عملية الاعتقال سهلة بحسب إحدى السيدات التي التقيناها قبل قليل وكانت بالقرب من مبنى القنصلية، قالت أن 3 عناصر شرطة هم الذين قاموا باعتقال هذا الشخص ولم يكن يقاوم عملية الاعتقال. محمود، موضوع شخصي يعني، لا, لا, لا يحمل بأشياء سياسية أكبر مما تحتمل يعني، كما يقول أراد أن ينتقم لشقيقته. نعم، هذا ما أعلنته بعض المصادر الأمنية، أنه هدد بتفجير نفسه انتقاما لشقيقته أو شقيقه، من دون ذكر تفاصيل أخرى. هو معروف للسلطات الفرنسية كما ذكرت، للشرطة الفرنسية، بمحاولة إشعال حريق داخل مبنى القنصلية عام 2023، وهو مؤيد للاحتجاجات التي كانت تخرج في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، وربما هذا هو الدافع الذي يقف وراء هذه عملية اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية في باريس. محمود، شكرك فادي أدهوك مراسلنا في باريس، شكرا جزيلا لك فادي.